Mmm. -hmm. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلعت على الخلق شهوة اضطرهم بها الى الحراثة جبرا واستبق بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وامرا فان النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. القائل في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله واصحابه واحبابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الاحبه الاكارم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت اسرار. في كل لقاء بفضل الله تعالى ناتي بحديث من الاربعين الاسريه من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبنشرح فيها هذا الكتاب. وبنتكلم عن متن الحديث النص ثم نتكلم عن مفردات غريب الحديث. ثم نتكلم عن المعنى العام للحديث ثم نذكر شيئا من الفوائد المستفاده من هذا الحديث. تعالوا النهارده الليله مع هذا الحديث وجوب النفقه للزوجه. عن معاويه بن حيده قال رضي الله عنه قال يا رسول الله ما حق زوجه احدنا عليه؟ ما حق زوجه احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت. ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت مفردات الحديث أن تطعمها إذا طعمت المقصود يعني دحث للزوج على بذل النفقة على الزوجة كما ينفق على نفسه وتكسوها إذا اكتسيت أي لا تخص نفسك بالكسوة دونها ولا بالطعام دونها بل هي شريكة لك في ذلك. ولا تقبح أن يقول الزوج لها قبحك الله وفي كلام يدخل في ذلك زي يا غبية يا حبارة يا بيمة أعوذ بالله يعني من الكلام الذي يقال ولا تقبح أن يقول الزوج لها قبحك الله أو يخاطبها بما هو قبيح وغير لائق. ولا تهجر إلا في البيت. اي المعنى اي لا تهجرها الا في المرجع ولا تتحول عنها او لا تحولها الى دار اخرى آه المعنى العام صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا احرص الناس على معرفه الاحكام والواجبات حتى يقوموا بتاديتها وحتى يقوموا بما هو مطلوب منهم فيها ودليل ده أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب لزوجته عليه، ما قالش إنما الحق إيه؟ إنما سأل عن حق زوجته عليه ليؤدي هذا الحق فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عليه فقال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أي أطعمها واكسوها كما تطعم نفسك وتكسو نفسك ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه اي اذا ضربت الضرب السائغ الماذون فيه فابتعد عن الوجه وتجنب لما يخشى ان يترتب على هذا الضرب من تعطيل المنافع التي فيه ولا تقبح اي ولا, ولا تخاطبها بما هو قبيح زي إيه قبحك الله او ما شابه من الكلام المعروف اللي بيتقال واذا اردت تاديبها فلا تجامعها تاديبا لها واهجرها في فراجها في فراشها لا خارج البيت طيب تعالوا بقى نشوف الفوائد المستفاده من هذه الروايه منها حرص الصحابه على التعلم وانا بقول الحياه الاسريه محتاجه لتعليم محتاجه لتدريب محتاجه لتثقيف هي hey, ايه hey, فلان هيتجوز ايه hey, ايه hey, فلان هيطلق ايه hey, يا عم هو اتجوزت لسه عشان تطلق اه متجوز بقاله سنه عايز يطلق ست شهور عايز يطلق اقسم بالله الذي رفع السماء لسه شاب بيكلمني رساله واتس يا شيخ انا زوجتي بتنقل كل اسرار البيت لامها انت يا ابني متجوز بقالك قد 17 يوم الله عليك حماده وعاوز ايه يا بابا انا عاوز يعني بفكر والله قال انا بفكر اطلق بتفكر تطلق ليه عشان ما عنده ثقافه اسريه كيف يتعامل مع مثل هذه المشكله يتعامل معاها ازاي هو مش عارف ما عنده ثقافه ولا تربى على ده ولا تعلم ده فدخل لحياة أسرية فلا أن دخل بلا تأهيل فلا بد أن يغرق في بحر من المشكلات شكر الصحابة أهو علمونا بقى هنا للتأهيل الأسري في فحرص الصحابة على التعلم سأل النبي أنا زوجتي لها إيه عندي ده بقى التأهيل الشرعي بقى أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تق... ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تشر الا في المرج يا سلام ده تاهيل للنكاح. الناس صلى الله عليه وسلم كان بياهل الازواج. فالصحابه كان عندهم حرص على التعلم. وبعدين التعلم بس التطبيق العملي لما تعلموا. فده معاويه رضي الله عنه وارضاه بسال النبي صلى الله عليه وسلم عن حق زوجته عليه. ليتعلم ويطبق ويؤدي الذي عليه لانه يعلم مغبه التقصير في حق الاهل ما من عبد يصرعيه له رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه فالصحابه عنده قلق قال لا 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 لازم اعرف حق زوجتي عليا ايه عشان انا ابدا اطبق ما عليا تطبيقا عمليا واؤدي الدور الذي علي لكي لا اسال عن هذا امام الله عز وجل في الاخره ومن كذلك ان النفقه الزوجيه هي ما ينفقه الزوج وجوبا على زوجته من طعام وشراب ولباس ومسكن ونحو ذلك ده واجب واجب يعمل ده ومن الفوائد اتفقت كلمه اهل العلم على وجوب النفقه على الزوجه ولو كانت غنيه ما تصرفي ليه يا حماده قام بيدك كلفت بذلك من العلي الكبير سبحانه وبحمده انت تنفق على زوجتك والقوامه بيدك والقوامه شوف ربنا قال فيها ايه الرجال قوامون على النساء ليه بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فحضرتك بتنفق على الزوجه لان لك القوامه عليها فيقول لا ما انت معك فلوس ما بوك عنده فلوس لا حول ولا قوه الا بالله يا رجل السحي من الله حق الحياه واحفظ لسانك فاتفقت كلمه اهل العلم على وجوب النفقه على الزوجه ولو كانت غنيه مسلمه كانت او كتابيه وهي من قوامة الرجل على المرأة يدفع لها ما يكفيه ما يكفيه من طعام وكسوة ويعد لها سكن تسكن فيه قال ابن قدامه نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع وقال الإمام العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الفتح الباري في شرح صحيح البخاري في كتاب فتح الباري وشرح البخاري قال إن عقد الإجماع على الوجوب وقال النووي وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع دخلت بيت واحد مرة فاتح الدولاب بتاع الملابس ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا أكاد أبالغ إن أنا أقول إن عنده مثلا عشرين ثلاثين بدلة والله لا أكاد أبالغ وعنده ما شاء الله يجي عشر جزم مثلا تمام؟ طيب وزوجته الجزمة اللي في رجليها ما تغيرتش من أربع خمس سنوات اللبس اللي لابساه من فوق العبايات اللي بتخرج بيها ما اتغيرتش بقى لها ثلاث اربع سنوات وهي محتاجه وهي محتاجه بس انه الجشع له إنه البخل لها الانانيه انها حب الذات انا والطوفان من بعدي نعوذ بالله من ذلك الادله بقى على وجوب نفقه الزوج على زوجته كثيره جدا من كلام ربي سبحانه وبحمده قال الله تعالى لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ومعنى قدر عليه أي ضيق عليه وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله قال الدكاثين أي الرجل قيم على المرء يعني إيه قيم عليه يعني هو رئيسها وهو كبرها والحكم عليها وهو مؤدبها إذا عوجت بما أنفق من المهور والنفقات التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقال تعالى وعلى المولود وعلى المولود أي وعلى آباء الصبيان للمراضع الأطفال الصغار دول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف رزقهن رزق من الوالدة هي الزوجة طعام والشراب والغذاء والكسوة يعني بالكسوة لا الملبس يعني بالمعروف أي بما يجب لمثلها على مثله طيب والأدلة كثير ومن السنة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه وذكر ووعظ فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله الحديث الشاهد ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال النووي فيه وجوب نفقة الزوجة كسوتها وذلك ثابت بالإجماع. وقال قارئ: إن إطعام الزوجة وكسوة الزوجة من حقها على زوجها. وقال الصنعاني دل الحديث على وجوب نفقه الزوجه وكسوتها وان النفقه بقدر سعته لا يكلف فوق وسعه لقوله اذا طعمت وقال الشوكاني قد ثبت الاجماع على وجوب نفقه الزوجات على الازواج ولم يرد في ذلك خلاف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه ويتحدث عن افضل الصرفة قال وابدا اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول وابدا بمن تعول اللي هي الاهل الزوجه والاولاد بول البخاري على هذا الحديث بقوله باب وجوب النفقه على الاهل والعيال قال الحافظ ابن حجر الظاهر ان الاهل المقصود بهم الزوجه وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص طيب ومنها ان الجمهور من الفوائد يعني اشترطوا لإيجاب النفقة للزوجة على زوجها شروطا شروط قبل الدخول بها وشروط بعد الدخول قبل الدخول أن تسلم المرأة نفسها للزوج وتمكنه من الدخول بها والواجب عليه الإنفاق عليها ولها جميع حاجياتها ولها جميع حاجتها وحاجياتها ومنها من مأكول والمشروب والملبوس والمسكن فإن امتنعت امتنعت على الدخول بها أو منعها الأولياء فلا نفقة لها أن تكون الزوجة كبيرة تصلح للفراش فإن كانت صغيرة لا تحتمل الفراش فلا نفقة لها أن يكون النكاح صحيحا فلا تجب النفقة على الزوج في النكاح الفاسد لأنه ليس بينهما نكاح صحيح الكلام ده من المغني ابن خدامة رحمه الله تعالى بعد الدخول أن تكون محبوسة عليه فإن خرج بلا رضا ومن غير إذنه فلا نفقة له عشان الفوضى اللي النساء عايشاه خد بعضها راحت عند أنا مش جاية تاني وهتود عند ثلاثة أربع شهور ويطالبوا بالإنفاق عليها والكلام ده ده مش شرعي ولا دين خالص ده جه منين؟ أن تكون محبوسة عليه فإن خرج بلا رضا هخرج غصب عنه ومن غير اذن فلا نفقه لها كذلك بعد الدخول ان يكون الزوج موسرا فلو كان معسرا لا يقدر على النفقه فلا نفقه عليه مده اعساره لقول الله تعالى لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه ان تكون مطيعه له فان نشزت فاذا نشزت عنه تسقط النفقه والنشوز معصيه الزوج فيما يجب عليها له كما لو امتنعت من فراشه او امتنعت من الانتقال معه الى مسكن يليق بها او خرجت من منزله بغير اذنه فلا نفقه لها في هذه الاحوال لانها تعتبر ناشزا لا يتمكن من الاستمتاع بها والنفقه في نظير تمكينها من الاستمتاع فين؟ راحه فين؟ انا قاعده كده سبع ثمان تسع عشرة ايام عن امي، طب عن عند امك يا ماما ما المشكله؟ ابعت لي فلوس ولا شايفك ولا عرفك لا نفقه لا في الحاله دي. او لا تطيع قول الزوج، مش مطيعه تسقط النفقه للمراه. طيب ومنها ان الزوج اذا ترك الانفاق على زوجته فهي مخيره بين ان تفارقه وبين ان تصبر عليه فان اختارت ان تصبر عليه فالحق لها ان تمكنه من نفسها او الامتناع عن الفراش قال البهوتي رحمه الله تعالى ولها المقام على النكاح ومنعه من نفسها فلا يلزمها تمكينه يعني ولا الاقامه في منزله وعليه الا يحبسها بل يدعها تكتسب القوت يعني ولو كانت مثيره لانه لم يسلم اليها عوض الاستمتاع ومنها اذا امتنع الزوج عن النفقه مع يسره الزوج مع فلوس بس امتنع في هذه الحاله من النفقه على الزوج ولم ترضى الزوج المقمعه الا ان ينفق عليه فالشريعه الاسلاميه اعطتها حق تعمل ايه أن ترفع أمرها للحاكم أو للقاضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لصاحب الحق مقالة وهند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، أفآخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان الزوج موسر مع فلوس وممتنع عن النفقة على الزوج، ولم ترض الزوج المقام معه إلا أنه ينفق عليه، الشريعة هنا أعطتها الحق أن ترفع أمرها للحاكم. فإذا ما رفعت أمرها وأثبتت الزوجية على أنها زوجته يعني فما على الحاكم إلا أن يأمره بالنفقة يجيبه تعالى يا بابا ما تنفقش على زوجتك ليه يقول بمزاجي كده يعني بيضرب استروكس ولا مش عارف بياخد إيه ولا مهبب إيه فمش فاضي عاوز الفلوس ديت عشان متعته الخاصة فالقاضي يلزمه ويجبره عليها فإن أبى وكان له مال ظاهر فالقاضي يأخذ من ماله كرهاً ما يؤدي منه النفقة وهذا ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرين يعني يا حمادة انفق على زوجتك هو معاه فلوس منين؟ ما معيش اه ليه؟ عاوز يضرب حقن عاوز ياخد برشام وعاوز يتنيل على عينه يعرف في الحرام ففي الحالة اللي زي ديت الـ الـ ترفع الـ الزوجة أمرها للقضاء أو أمرها للحاكم وفي هذه الحالة يقول له تعالى حمادة انفق على زوجتك يا بابا ويجبروه على ذلك فان ابى وكان له مال ظاهر من النقدين فالقاضي ياخذ من ماله كرها ما يؤدي منه النفقه ياخذ من فلوسه رغما عن عينيه ويدي للزوج عشان تنفق وده اتفق عليه فقهاء المذاهب الاربعه والظاهرين طيب يبقى الفقهاء وضعوا قيودا لمن يتمرد عن اداء الحقوق الدنيا مش هيصه كده ينفق بمزاجه ويمنع بمزاجه مفيش الكلام ده فالفقهاء وضعوا قيودا لمن يتمرد عن اداء الحقوق اي حقوق الزوجه فالموضوع لا يعني لم يترك للهوى بل يجبر الزوج على الاداء وان اضطر الامر الى سجن تعال يا ابني انفق على زوجتك وعلى عيالك قال يا جماعه انا ما بنفقش على حد رفعوا الامر للقضاء الحاكم جابوا قفشه ولا القاضي ولا المستشار وقال له يا الدفع يا الحبس اما تدفع و و, و, و للزوجه وتنفق عليها وعلى اولادك والا والله اضطرارا هنحبسك. قال ابن قدامه فان ابى الزوج عن الانفاق اجبره القاضي عليه وحبسه فان صبر على الحبس اخذ الحاكم من ماله، عنده حاجه بره بقى ياخذ من ايه؟ من الفلوس اللي عنده. ومنها الفوائد يعني ذهب جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة إلى أن القاضي إذا لم يعثر من مال الزوج على مال ظاهر أجبره على دفع النفقة فإن أبى حبسه فإن صبر على الحبس باع القاضي عقاره وعروضه لو عنده عروض تجارة وأنفق على الزوجة وذلك لرفع الضرر عنها وهذا الرأي موافق للقاعدة الفقهية الضرر يزال ونجد أن الزوج الذي يمتنع عن الإنفاق على زوجته مع يسره مضر بها ولا سبيل إلى إعطاء كل ذي حق حق إلا بواسطة القضاء، إذن فواجب القضاء، القضاء يعمل ايه؟ رفع الظلم والإنفاق على الزوج، سواء من نقوده أو من عروضه، تجارته أو غيره، وإذا قلنا بعدم الإنفاق عليها من العروض لعدم ولاية القاضي على بيع ممتلكات الزوج وسيلة إلى ضياع حقوق, حقوق فرضها الله، ولا سبيل للوصول إلى حق الزوجة في الإنفاق عليها عند عدم النقدين إلا ببيع عروضه إذ القول بغير ذلك ينافي ما جاء به الشريعة الإسلامية العادلة. طيب ومنها أن جمهور أهل العلم ذهب إلى أن النفقة على الزوجة متروكة للعرف السائد. مش حاجة متحددة، للعرف السائد وأحوال الناس المعيشية والاقتصادية. وترك كل واحد ينفق على قدر وسعه كما قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه وهو الشأن الذي سلكه الشارع في بعض العبادات المالية زي الكفارة حيث, حيث وسط الوسط في الأمر دون إسراف ولا تقتير المعتبر إيه؟ يبقى إذن المعتبر الكفاية للزوجة والأولاد بالمعروف ده اللي عاوزينه منك، تكفي زوجتك وأولادك بالمعروف. وهذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال والأمكنة والأزمنة. اثنين استطاعة الرجل وسعته وأن المعتبر في اليسار والإعسار حال الزوج، ومنها مذهب الجمهور أن النفقة تجب على الزوج لزوجته من حين تسليم نفسها له، لا من حين العقد وحده، مش عقد لأ ده من حين تسليمها نفسها للزوج. وقد عبر الشافعيه عن ذلك بالتمكين وعبر عنه الحنابله بالتسليم وقد قال المالكيه اذا دعيت للدخول وجبت النفقه ومن الفوائد اذا نشزت المراه وعصت امر زوجها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح فمتى ما ظهر منها امارات النشوز مثل ان يدعوها فلا تجيب طب والغريب ايه تاني؟ او تجيبه مكرهه متبرمه سقطت نفقتها اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم اخذتهن اخذتموهن بامان الله بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله ولهن عليكم ايه؟ رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد ذهب جمهور اهل العلم لان الناشز ذهب جمهور اهل العلم إلى أن الناشز لا نفقة لها ما دامت قائمة على نشوزها. بينما ذهب الإمام ابن حزم وبعض العلماء إلى أن الناشز ينفق عليه ومفهوم كلام ابن حزم أنها آه ما زالت زوجة وما دامت زوجة فلا تسقط نفقتها إلا بدليل والدليل مفتقر إليه ها إلا أنه يشهد للجمهور وده الراجح بقى في المسألة عموم قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل ونحو هذه العمومات ونحو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قيل كيف انصره ظالما يا رسول الله قال تمنعه من الظلم فاذا كان ظلم المرأة لزوجها يمنع يمنع بمنع النفقة فعلى قدر الظلم يبقى نقدر نمنع النفقة نقول تاني ونحو هذه العمومات ونحو حديث رسول الله انصر اخاك ظالما او مظلوما قيل كيف انصره ظالما يا رسول الله قال تمنعه من الظلم فاذا كان ظلم المرأة لزوجها يمنع بمنع النفقة فعلى قدر الظلم بنبدأ نقدر منع النفقة والله تعالى أعلى وأعلم ومنها فوائد القصد من عدم تحديد النفقه يعني الشرع ما قالش مثلا الزوج ينفق في الشهر 10000 جنيه او 5000 جنيه او 2000 جنيه او 100000 جنيه ما قالش ليه؟ هقول لك يا سيدي شوف الحكم الجميله دي اللي قالها العلماء مراعاه اختلاف احوال الناس في الانفاق تبعا لعاداتهم وفقرهم وغناهم الناس كلها مش طبقه واحده من الناس من هو غني ومنهم من هما من هو متوسط ومنهم من منهم من هو فقير. فالشرع راعى اختلاف احوال الناس في الانفاق تبعا لعاداتهم وفقرهم او غناهم لينفق كل واحد على حسب طاقته وعلى حسب وسعه. ولان اعراف الناس معتبره من الشارع وهي مختلفه من مجتمع لاخر ومتغيره من زمن لاخر وقد ثبت ان الشارع اناط امر تقدير النفقه وما شابهها بالعرف. بل إن الاختلاف في مقدار النفقة يكون بين مرأة وأخرى وتزيد بحسب الحاجة زي إيه الحاجة؟ تزيد إمتى؟ حسب الحاجة كالحامل والمرضع بتزيد قدر النفقة لأجل الولد شو مرأة تتقوى على الحمل وتتقوى على الرضع كذلك من الحكم في عدم تحديد مسألة الإنفاق رفع الحرج عن بيوت المسلمين رفع الحرج عن بيوت المسلمين لانه لو وجب مقدار معين كل يوم من الطعام مثلا لوقع الناس في حرج شديد فاكتفى بما تتناوله المراه في بيت الزوجيه بحسب حال زوجها وحالها هي ايضا بما يحقق كفايتها المقصوده من النفق فكيفما حصلت برئت ذمته وليست العبره باخراج الزوج لها ولذلك اذا اكلت خارج بيتها مثلا لم يطالب الزوج باعطائها مالا مقابل ما لم تتناوله من طعام داخل البيت ولا يكون دينا لها عليه في ذمته لأن المقصود الكفاية وقد وجدت ويظهر أن الشارع رسم للمسلمين سبيل اليسر ورفع الحرج في الحياة اليومية للأسرة حتى لو تعلق الأمر بعنصر غريب في العائلة زي مثلا اليتيم الذي يستقل بماله ويأكل منه وهو عند من يقوم عليه فإن الإسلام رفع الحرج عن بقية أفراد الأسرة وأباح الأكل معه ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء ولو شاء الله لاعنتكم، وهذا بعد النهي الشديد عن اكل اموالهم، ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا، وهكذا يؤكد يؤكد ان الشارع يقصد الى رفع الحرج في البيوت ولا يدعو الى التكلف الذي يترتب على التحديد الدقيق. قد يكون التحديد مطلوبا عند الخصام وعند التقاضي وعند المشاحة وعند الخلاف حيث يرفض الزوج النفقة أو يتأخر في دفعه في خلاف أو في مشكلة ولا بتاع والزوج تأخر في دفع النفقة أو رفض وهذا يكون في الغالب في حالة ميل الزوج لإحدى نسائه وإهمال الأخرى أو في حال المطلقة الحامل أو الحاضنة لأولاد الرجل المطلق ومنها القصد من جعل نفقة المرأة على زوجها من الفوائد يعني قصد إيه من جعل نفقة المرأة على زوجها إن الشارع أعفى المرأة من أعباء النفقة وجعل النفقة دي من الزوج على زوجته مراعاة لطبيعتها الخلقية والعاطفية التي لا تتحمل مشق العمل اللي يتطلب خروجها من البيت وقيامها بما يناسبها وكذلك أنث المرأة نفسها من مخالطة العمال وإرهاقها بالعمل الذي يحتاج إلى بذل الجهد لتحصيل المال وإرضاء الـ 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 صاحب العمل وكثيرا ما تتعرض المرأة للإهانة والاستغلال في سبيل تحقيق ذلك والله عز وجل خلق الأنثى على اللين والحلية لا على الشظف والشد أو ما ينشأ في الحلية ولذلك أسقط عنها ما لا يتناسب مع هذا الوصف ولم يجب على المرأة بقى لا جهاد ولا جمعة ولا شهود الجماعة للصلاة والله تعالى قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فنسب أن يجعل نفقتها على عاتق من يلي أمرها كالأبي والأم والزوج إذ لو كلفها بطلب الرزق كما كلف الرجل لحصل الضرر والمشقة على المرأة والرجل معا وعلى أسرتهما فأما الضرر اللحق للمرأة فيتمثل في تكليفها بما يشق عليها ويرهقها في الغالب ويخرجها من طبيعتها التي هيئت لها و... ويفقدها العاطفه والانوثه وهذا ما قد يجعلها عاجزه عن اداء وظيفتها مما قد يعرض الزوجيه القائمه الى الاهتزاز والاضطراب الذي قد يؤدي الى الفراق طب الضرر اللاحق بالزوج فإن عملها عمل الزوجة يفوت عليه وجود زوجته في البيت وهو السبيل إلى تحقيق السكن والإعفاف كما أن عمل المرأة قد يفقدها صفات الأنوثة التي يرغب الرجل فيها والمرأة تقول تبنى هعمل في عمل خارجة لعمل بإذن الزوج والعمل ده مع النساء آه إحنا محتاجين محتاجين أخواتنا يتعاملوا مع الأطفال الصغار في الحضانات ودور تحفظ القرآن محتاج في, في النساء والتوليد إن يكون في نساء فالمراه بنحتاجها في بعض الاعمال ولكن ليس في كل عمل اما اننا نشوف المراه مثلا واقفه على سقاله بتتابع عمال ايه الجمال ده تختلط بهن بهذه الطريقه وتطلع وتنزل وتتعرض الى مثل هذه المخاطر الاسلام ما قالش كده خالص الاسلام ما قالش كده خالص واما الضرر الذي يلحق بالاسره بتكليف المراه بالعمل وكسب رزقها بنفسها فهيكون بقى في ده اهمال للاولاد واهمال للبيت خلال أوقات العمل مما يفوت عليهم فرصة التربية والرعاية والقيام عليهم وإصلاح شأنهم وشأن البيت الذي يسكنونه فالمرأة لما رضي بالدخول في عصمته للزوج والانتقال معه إلى بيته وترك بيت أهلها آه الذي كانت تحصل فيه على نفقتها ناسب أن تكون نفقتها على من هي في عصمته وفي بيته لزوج ومنها للشرع جعل نفقة المرأة على زوجها يعني من الحكم ومنها أن من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة أن الشرع الإسلامي لم يكتفي بإيجاب النفقة على الرجل لزوجته فقط بل أوجبها أوجب النفقة النفقة دي لمطلقته طوال مدة العد حتى والمرأة في العد سواء كانت رجعية أو كانت حاملاً حتى ولو كانت بائناً أوجب لها النفقة لأن الزوجة إذا فقدت من يعينها وقت العدة ولم يكن واجبا على الزوج المطلق النفقه هلكت ولربما تعرضت الى مكسب سيء لذا ابت الشريعه ان تتخلى عنها في احلك ظروفها القاسيه بل جعل لها نفقه تضمن لها حياه كريمه عزيزه فالشريعه الاسلاميه كرمت المراه اعظم تكريم لم تحظى به المراه من قبل ولا من بعد ومنها ان من اسباب تبلد المشاعر من الفوائد بقى من الحديث ان من اسباب تبلد المشاعر لدى الزوج وجمود العاطف زوجتي متبلده المشاعر يقول لك لو زوجتي متبلده المشاعر جامده العواطف تجاه الزوج يعني فبنجي ندور على الاسباب ليه يا عم يا ست كل ما بتقولوش لزوجك كلام حلو بسم الله الحمد لله ليه ما بتقولوش لزوجك كلام حلو ليه ما تتلطفيش معاه تقول لي عنده صفه مرضيه وما هذه الصفة المرضية أن هذا الزوج بخيل ويقتر عليه وممكن ينفق على أمه وعلى أبوه وعلى أخواته وعلى أخواته الذكور وعلى أولاد إخواته وعلى أولاد أخوه ويقتر على زوجته وعلى, أولاد وعلى أولاده إيه يا عم الحاج ليه يا بابا كده يا بابا دول مسؤولون منك يا حبيبي قدام ربنا يا حبيبي وهتسأل والله وتتعلم من عرقوبك انت مسؤول عن دول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون التحريم يا بابا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته يا حمادة انفق على أخواتك وانفقك على أمك وعلى أبوك تبو زوجتك وأولادك راحوا فين قال قالك ما تنفقش انفق بس فين انفق على زوجتك وأولادك ولا تسأل عنه في الآخرة وهتتعلق كده والله صدقني أنا بقول لك والله خلي بالك من كلام يا حبيبي انفق على زوجتك بالمعروف مش بقول لك بذر ولا اسرف لا 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 توسط واعتدال ادخل حاجة للزمن وطلع حاجة من الصدقات خليك جميل كده ومع كده أنفق على زوجتك وعول أولادك بما فيه الكفاية طيب من أسباب تبلد المشاعر بقى لدى الزوج ليه ما بتقولش كلام حلو يا ميادة الحمادة وهتقول لي والله انا قرفانه من حياتي يا بنتي ليه ما بينفقش علي ده بخيل في حقي وبخيل في حق اولادي وقد يقر هو بذلك فعلى الزوج اذا كان الله تعالى اتاه مالا ان ينفق على اهله وولده بالمعروف فانه انما يعطيهم من رزقهم الذي خوله الله اياه ويعود الاجر له إن احتسب ذلك عند الله تعالى. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. احتسب الأجر إن أنت بتطعم زوجتك وأولادك من الحلال. انظر يا عبد الله إلى قوله وهو يحتسبها. يبقى أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة. سواء كانت واجبه او او مباحه من لم يقصد القربه لم يؤجر يبقى انت بتعمل ده تنفق على زوجتك وعلى اولادك وتطيعهم تقربا الى الله عز وجل بهذه الطاعه فاذا انفقت على اهلك نفقه او جبت علاج او كستهم او جبت لهم اي حاجه فقدم بين يدي ذلك نيه خالصه لكي تؤجر من الله عز وجل انت عارف حديث سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم مراتك صباع وحشي كده بسم الله احتسب الاجر يا رب هعمل ده من باب ادخال السرور على قلبه هعمل ده خالصه لوجه هعمل ده تودد اليه هعمل ده التزاما بهدي النبي فتعمل ايه تقوم جايب صباع وحشي وحطه في الشطه المولعه دي الله يكرمك تقول يلا يا حبيبتي وتديهولها بقى وهي تقعد ايه تفرفر قدامك ولا ده ده, ده ده انك لن تنفقني فقد انت تبتغي بها وجه الله الا اجلت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك انا حبيت الحديث لا يا حمد الله يكرمك انت راجل جميل وراجل سكر وامور وحليوه وراجل صاحب بطن وصاحب خير صباع محشي بس يكون ايه بيه. او صابع كفته جميل كده او حاجه بالشوكايه بس ما تدبهاش قوي بسم الله حبيبتي وتقوم مأكلها كده وتستمتع كده ان انت ايه تقول يا شفت ديننا سهل ازاي؟ لا ده انا حصلت دلوقتي على حسنه ازاي؟ ايه يا عم عدنان؟ حاضر يا حبيبتي انا عملت ده تقربا الى الله بالطاعه واحتسبت الاجر من الله عز وجل فارجو من الله انه يعطيني حسنه على اللي انا عملته ده. ده بتعلم ولادك يتعاملوا ازاي مع الزوجات مستقبلا وبتعلم زوجتك ان تقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الفوائد ان الزوج اذا كان بخيلا او مقصرا في النفقه لاي سبب كان مع قدرته عليها يعني كان مع فلوس جاز للمراه ان تاخذ من ماله بقدر الحاجه بدون اذن اه لان لو منعناها من انها تاخذ ده ده في ضرر عليها وضرر على اولادها وتضييعا لهما فعن عائشه رضي الله عنها قالت ان هند بنت عتبه يعني قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح بخيل يعني افاخذ من ماله؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. تقول له انا ما مش هينفع اعيش كده الا اذا اخذت منه وهو لا يعلم. فالنبي قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال ابن قدامه فيه دلاله على وجوب النفقه لها على زوجها وان ذلك مقدر بكفايته، وأن ذلك بالمعروف وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه يعني تقول لك الدين النفقة بتاع الشهر بتاع الأسبوع بتاع العشرة أيام بتاع الثلاثة أيام مقطر عليها ولا ما معيش فلوس وبعدين فجأة وبتطلع علبة السجاير، قابل فلوسه على الأرض مثل أعب الصوت ولمت عليه أمة لا إله إلا الله مع كفار قريش فساعتها ما شمال يمين أو بخيل بخيل وجب لاصحابه اصحابه برفانات وروق نفسه وعمل اللي عاوز يعمله والاخر مضيع الزوجه ففي الحاله دي حاله استثنائيه بنقول للزوجه يا بنتي يا طيبه خذي منه كما قال صلى الله عليه وسلم خذي وهو لا يعلم يعني قال خذي ما يكفيك ولا لك من المعروف ومنها ان الرجل مؤاخذ على تضييع زوجته ومحاسب عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راع عما استرعاه احفظ ذلك ام ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته يا الله يا الله كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه وهذا حث على النفقة على العيال للزوجة والأولاد وغيرهم ممن يعول والتحذير من التقصير فيها الخلاصة في اللقاء ده ان هذا الحديث من امتع الاحاديث اللي انا كنت استمتعت بيها وانا الاحاديث كلها ممتعه بلا شك بس ده حديث له خاصيه عندي شويه لان في كلام طويل جدا يتعلق بالنفقه والكسوه وعلاج المراه وخادم المراه واستخدام العطور للمراه والزينة بتاع المراه وضرب المراه ما بين الافراط والتفريط وتتضرب ولا ما تتضربش وازاي نتعامل فعش معاه ليالي طويله جدا جدا وانا اكتب هذا الحديث فيعني في مستمتع وانا بعرض معاكم المعلومات الجميله دي. انا اكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تعالى إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء في الأسبوع المقبل نبدأ نتحدث في بقية الفوائد المستفادة من آه هذا الحديث وهو آه حديث آه معاوية بن حيدر رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في المرجع نستكمل آه بقية هذه الفوائد في اللقاء القادم وقدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته